السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة. طبعا احنا بقالنا كام يوم كده ما بننزلش اي فيديوهات على القناة، ولا عندنا حتى فراخ ولا سمان ولا اي حاجة خالص، والعملية معانا الحمد لله فضل ونعم. قلنا طبعا نستغل بقى الفترة اللي احنا فاضيين فيها ديت وما عندناش فيها اي حاجة، ونعمل شوية بطاريات كده اشكال معينة وحاجات كده زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. زي ما احنا شايفين كده عملت 3 نماذج من البطاريات. طبعا عملت 2 شبك، وهوضح لكم دلوقتي البطاريات اللي احنا عملناها. طبعا يا جماعة احنا بنلم الخشب، الامكانيات اللي عندنا اللي هي مفيش امكانيات خالص غير شوية خشب، بنحاول ان احنا نطلع بيهم بشكل محترم شوية بحيث ان احنا نعرف نعمل بيهم اي حاجة. زي ما احنا شايفين كده عندنا 3 نماذج من البطاريات. عندنا البطارية اللي على اليمين ديت، دي بطارية شبك دورين اتنين برضو، والبطارية اللي في النص ديت دورين شبك برضو، والبطارية التالتة ديت خشب، الأرضية بتاعتها خشب. طبعا احنا عاملين نماذج كده سواء للبيع سواء للتربيع عندنا، المهم ان احنا بنحاول ان احنا نلم الخشب اللي عندنا ونحوله لحاجة تنفع وحاجة صالحة. طبعا لو انت اول مرة بتتفرج على قناتي اتمنى انت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اخوكم محمد سعيد، ولو انت من الناس اللي متابعين القناة اتمنى انت تتفرج على الفيديو للاخر. زي ما احنا شايفين كده دول الـ3 نماذج اللي عندنا، وطبعا احنا عملنا نماذج قبل كده وهسيب لكم برضو النماذج اللي احنا عملناها ان شاء الله في اخر الفيديو. احنا طبعا لسه ما قفلناش البطاريات ديت، احنا بس ايه بنجهز. معانا اول بطارية ديت العرض بتاعها حوالي 65 سنتي، العرض بتاعها 50، الارتفاع بتاعها حوالي ارتفاع الدور الواحد حوالي 45 سنتي بالظبط. البطارية طولها على بعضها حوالي متر. طبعا دي أرضية خشب، في ناس بتبقى مثلا محتاجة تربي 10 فراخ عندها في البيت، 15 فرخة، عايزة شوية فراخ بلدي. طب احنا ما عندهاش مكان، ما في بلكونة فاضية، فاحنا بنحاول ان احنا نعمل مقاسات معينة او مقاسات مختلفة تناسب اي حد. زي ما احنا شايفين كده دي بطارية صغيرة دورين اتنين، ممكن تتشال في البلكونة، تتشال في أي حتة، يعني مش واخدة مساحة، المساحة بتاعتها كلها 65 سنتي بس، مش كبيرة يعني. دي بطارية شبك. طبعا يا جماعة احنا وقفنا حوار البطاريات اللي احنا بنعمله، وبقينا نعمل بطاريات الأرضيات بتاعتها جاهزة، يعني بقينا نبني البطارية على الأرضية الجاهزة والدرج بتاعها يكون جاهز، بحيث ان احنا يبقى عندنا البطارية تشيل فراخ بيضة، تشيل بط، تشيل أي حاجة، بدل ما احنا نعمل أرضيات شبك ومتبقاش العمر بتاعها أو الشبك يتقطع يبقى العمر بتاعها ما تستحملش. فاحنا عملنا أرضيات، جبنا الأرضيات البلاستيك ديت وعملنا منها المقاس بتاعها، والحمد لله دي بطارية 60 في 60، ارتفاع الدور 45 سنتي. احنا عاملينه عالي علشان خاطر لو هنحط فيها فراخ بيضة ولا اي حاجة. طبعا احنا لسه ما قفلناش البطارية، احنا بس بنوريكم النماذج اللي احنا عملناها، وان شاء الله طبعا التقفيل ده هيبقى حاجة جميلة بإذن الله. ومعانا البطارية الأخيرة، دي بطارية الأرضية بتاعتها متر في 50 سنتي، الطول متر والعرض 50، دي أرضية برضو بلاستيك جاهزة، تشيل برضو فراخ بيضة وتشيل فراخ بلدي، أعمار كبيرة يا جماعة، يعني تشيل لحد الذبح إن شاء الله ما فيش أي مشكلة، أو لحد التسمين، وده الدرج السابلة بتاعها. عاملينها برضو عالية حوالي 45 سنتي ارتفاع الدور، علشان خاطر لو هنحط فيها أي حاجة لحد عمر التسمين ولا حاجة. زي ما احنا شايفين كده احنا قفلنا في البطارية ديت الظهر، قفلنا خشب من الخشب الرفيع اللي عندنا، ووقفنا لحد ما نشوف احنا هنقفلها ازاي ان شاء الله، هنقفلها سلك ولا هنقفلها خشب زي ده ولا هنعمل فيها ايه مش عارف لسه. احنا عملنا النماذج اللي عندنا وان شاء الله هنجهزهم الايام اللي جايه.
وطبعا دي صناديق التحضين اللي احنا عملناها قبل كده، ودي اول حاجة احنا عملناها على القناة بعد ما كنا مقفين فترة طويلة، والحمد لله الصناديق لحد النهاردة ما فيش فيها اي مشكلة، ما فيش فيها اي حاجة، الحمد لله الصناديق متحافظ عليها جدا، شغل الكهرباء اللي فيها مظبوط معانا، ما فيش فيها اي خلل. بصراحة فكرة ناجحة بتاعتي اللي احنا عملناها ديت في التحضين، احسن من الشغل اللي كان موجود قبل كده. الصناديق اللي كانت محطوطة لوحدها ديت، طبعا كان التعديل فرق معايا جامد، فرق في النظافة، فرق في المكان، فرق ان الشكل بقى واحد. بحاول ان انا اعمل صناديق تانية نفس الشكل كده، بس هتبقى صغيرة شوية، حوالي 1 متر و10 سنتي او 1 متر بالظبط، لان الارضيات اللي عندي متاكلة، فبالتالي هبدأ اخد المقاسات على قد الارضية. ودي طبعا بطارية كنت عاملها قبل كده وهي موجودة، برضو عاملها بأقل إمكانيات وعاملها برضو بشغل حلو. وطبعا احنا نزلنا الفيديو بتاعها على قناة الحضانات والبطاريات محمد سعيد، وهتلاقوا رابط القناة في وصف الفيديو. دي بطارية برضو عاملها أرضية خشب، الارتفاع بتاع الدور اللي تحت ده حوالي 40، الارتفاع اللي فوق ده 30 سنتي. احنا عاملين البطارية ديت برضو أرضية خشب، مرضناش نعملها شبك علشان خاطر مفيش مقاس شبك جاهز ليها، ومرضتش أعمل لها أنا أرضية شبك علشان عايز أعمل حاجة تستحمل وحاجة تشيل. وزي ما احنا شايفين كده البطارية بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، وهنفتحها ونشوفها كمان مع بعض. دي الأرضية الخشبة يا جماعة، برضو تنفع ان احنا نربي فيها اي حاجة لحد عمر التسمين طبعا، وانضف كتير لو في ناس عندها فيران، عندها عرس، الكلام ده كله بيفرق. زي ما احنا شايفين دي البطارية التانية اللي احنا عملنا منها حوالي 4 بطاريات، طبعا الحمد لله اتباعهم ال4 بطاريات او 3 بطاريات اتباعهم، ودي النموذج منها برضو اللي موجود عندنا، معمولة برضو بحاجات بسيطة، وبرضو درج سبلة وأرضية سلك. يعني احنا بنحاول ان احنا نحول الخشب او نحول الحاجات اللي عندنا لحاجة صالحة، لحاجة نعرف نستخدمها في المجال ان شاء الله اللي احنا فيه بإذن الله. لسه قدامنا خشب كتير وهنحول بيه حاجات كتير جدا بإذن الله في الأيام اللي جاية. احنا بس عشان بقالنا فترة ما نزلناش فيديوهات، قلنا بس ننزل بالفيديو ده لحضراتكم. أتمنى إن الفيديو يعجب حضراتكم، وإن شاء الله في جديد الأيام اللي جاية، سواء شغل بطاريات أو تربية سمان وفراخ بلدي. أتمنى إن الفيديو يعجب حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أخوكم محمد سعيد، تربية الدولي. شكرا لحضراتكم.